هذه المرحلة عفوا، وقد وجد هذه الطالبة التي جدت وحصدت النتيجة العليا بحصولها على الأولى المكرر في العلم الأدبي بمعدل 99.7. نحن في بيت الطالبة فرح تيسير الضمايرة من بلدة مركي غرب مدينة جنين، في بيت آخر وفرحة أخرى من نتائج الثانوية العامة، حيث كنا وإياكم في جولة في بيوت المحافظة التي شهدت فرحة الثانوية العامة هذا اليوم. لننقل لكم هذا المشهد، مشهد الفرحة مع مديرية التربية والتعليم في قباطية وجنين، والتي تتنقل وإيانا في هذه اللحظات بين البيوت، ولننقل لكم هذا المشهد. فرح، تفضلي معنا لنكون وإياك عبر الهواء ولتحدثين عن هذه الفرحة في هذه اللحظات. فرح، أولا ألف مبارك. الله يبارك فيك. يعني الاسم فرح، واليوم يكتمل مشهد الفرح بحصولك على هذا المعدل 99.7 بالعشرة، من ضمن العشرة الأوائل في تخصص الأدبي. يعني توقعت المعدل لكن مرتبي لا. كيف استقبلت النتيجة؟ والله شعور لو شو ما أحكي بقدرش أعبر عنه، شعور لا يوصف. الحمد لله على كل حال دائما وأبدا. يعني كيف استعديت للحصول على هذا المعدل يا فرح؟ المعدل هذا بقولكش إنه بيجي بالساهل، بده دراسة وتعب، تدري الدراسة اليومية التحضير كلياته بيساعيك إنك تصل لهي المرتبة وهذا المعدل. بالتالي وأنت حاصل على هذا المعدل أكيد عندك رسالة لزملائك اللي راح يخوضوا التجربة خلال السنوات القادمة، إيش بتحكي لهم؟ إيش بتنصحي لهم؟ إيش بتقدمي لهم؟ بنصحهم يدرسوا دراسة يومية، التحضير، كل إشي بيسمعوه من المعلمة يردوا يراجعوا مرة ومرتين وثلاث، إن شاء الله على الامتحان عادي بيجي، بقدروا يجاوبوا بكل راحة. المعلمة ومديرة المدرسة ومديرة التربية سنكون معها بعد لحظات لتحدثنا عن وقوفها إلى جانب الطالبات وكيف يساهمون في حصول الطالبات على هذا المعدل، لنطلع وإياهم كيف يقفون إلى جانب بناتهم الطالبات خلال سنوات الدراسة. فرح، يعني إيش بتطمحي؟ أنا من أول ناوي أدرس تمريض، بس إن شاء الله ربنا حقق لي. أنا من أنا صغيرة نفسي أجيب الأولى على الضفة، بكل الأولى الثانية، الحمد لله ربنا حصل لي على الأولى. واليوم حصلتي على الأولى وتحقق هذا الحلم يا فرح بحصولك على هذا المعدل، وإن شاء الله إنك تحقق حلمك بدراسة معدل التمريض. أنت الصغرى بين أخواتك، يعني لا شك بأن فرحة مميزة بحصولك على هذا المعدل. سنكون مع الوالدة، وألف مبارك يا فرح على هذا المعدل. بحب أشكر والدي ووالدتي، خواتي، إخواني ساعدوني. بحب أشكر مديرة المدرسة هناء نزال، ومدير التربية والتعليم قباطي سلام الطاهر، وكل الطاقم التدريسي. بوجه شكر لمعلماتي ولكل من ساعدني حتى أصل لهاي المرتبة. لمين بتهدي هذا التفوق؟ بهذا التفوق لكل الناس اللي ساعدوني، لربنا الحمد لله دائما بشكر الحمد لله، لكل حدا ساعدني، للأسرة والشهداء، للكل. شكرا لك وألف مبارك مرة ثانية فرح. والدة الطالبة فرح، تفضلي معنا لنتحدث وإياك في هذه اللحظات. ألف مبارك هذا التفوق لفرح. يعني كيف استقبلت حصول على هذا المعدل يا خالتي؟ استقبلنا بالفرح والسرور والبهجة وفرحة لا توصف، والحمد لله رب العالمين. يعني هي الصغرى يا خالتي بين أخواتها، بالتالي يعني كيف كانت الفرحة اليوم والفرحة زمان؟ كلهم نفس الإشي الحمد لله، ما بنفرق واحد عن واحد. يعني الأولى البنت الأولى نفس الإشي، البنت الثانية، الولد، هي كلهم تعبوا نفس الشيء، مش فرح لحالة تعبت، كلهم تعبوا. طب كيف ساعدتوا انتوا فرح بحصول على هذا المعدل؟ ايش الاجواء اللي وفرتوا لها اياها؟ وفرنا روحه نفسيه في البيت، يعني خلص بتدرس انا بساعدها. نعم. اخواتها الكل بيساعدها، الكل بيساعدها، بتدرس دراسه يوميه وبتهتم بدراستها من هي صغيره فرح، والحمد لله رب العالمين حققت اللي بدها اياه. يعني لا شك من أن هناك كلمة شكر للعائلة للتربية ولأسرة التربية والتربية، إيش تحكوا؟ بشكر مديرتها، بشكر معلميها، طاقم التدريسي، بشكر أخواتها، بشكر الجميع، كل من شارك هذه الفرحة، بشكر تلفزيون فلسطين اللي أتاح لنا هاي الفرصة، بشكر الجميع. هذا أكل واجب خالتي، شكرا لك وألف مبارك مرة ثانية، نجاح فرح. وأنا سنكون مرة أخرى مع الست سلام الطاهر، تحدثنا عن مديرية التربية والتعليم في قباطية التي حصلت على 7 مقاعد من العشرة الأوائل على مستوى الوطن في معدلات مختلفة وتخصصات مختلفة. ست سلام، يعني كيف لنا أن نقرأ هذا المشهد ونحن أيضا اليوم في هذه اللحظات في بيت آخر وفرحة أخرى في بيت الطالبة فرح؟ نعم، اليوم هو يوم فرح ونحن في بيت فرح، فيعني كل التحية لفرح ولأهلها ولكل مركي اللي اليوم عندها عرس في وفرحانة بفرح. وحتى شفت سيارة مزينة، بنقول لهم هذا لفرح ولا لتوجيهي؟ قالوا لا، هو هذا اليوم برضو لفرح. فيعني كل التحية لطواقم مديرية التربية وتعليم قباطي على هذا الإنجاز الرائع، كل التحية والتقدير للأهل الكرام اللي بيساعدوا أولادهم كمان في سنة استثنائية كانت، يعني جائحة كورونا عمت على الجميع
وكان في ظروف استثنائية منعوا الطلاب من التعليم الوجاهي ودرسوا عبر منصات الإلكترونية عبر تيمز وغيرها من المنصات، إلا أنه رغم كل ذلك دائما الفلسطيني هو يقف صامدا أمام كل عقبة بتواجهه وينجح ويؤدي رسالته على أكمل وجه. ومعلمين عودونا دائما أنهم أدوا رسالتهم على أكمل وجه. ها نحن اليوم نحتفل بطلابنا اللي جايبين أعلى من النسب العامة للنجاح في مديرية التربية والتعليم قباطي وأيضا كمان في جنين. ومديرية قباطي اليوم تحصد 7 من 10 أوائل على مستوى محافظات الوطن، وهذا إنجاز عظيم. نقول كل الشكر لطواقم الوزارة، لطواقم المديريات بكافة المديريات في الوطن، لكل معلمينا معلماتنا مدراء مدارسنا المتابعين هذا الجهد المتواصل اللي خلانا نوصل لهذه النتائج المريحة والعظيمة. نحن نقول نهدي هذا النجاح إلى أسرانا البواسل ولا شهدائنا ولا كل من وضع يده بيد مدراء التربية والتعليم على هذا الإنجاز، مؤسسات شعبية أهلية، وما بدنا ننسى رجال الأمن برضو اللي كانوا واقفين معنا يدا بيد، كمان الشرطة، وأخص بالذكر الشرطة الفلسطينية اللي كانت برضو دائما معنا تحرس مراكز التصحيح وقاعات الثانوية العامة. كل الشكر لمعلمين المصححين اللي كمان قطعوا إجازاتهم في العيد، ثاني يوم العيد كانوا في مراكز التصحيح لأن وزير التربية والتعليم أعلن وكان قد كلمته وقال إنه 3/8 رح يكون نتائج الثانوية العامة، وبهمة وسواعد معلمينا حصلنا على هذا الوعد وحققناه، وها نحن اليوم نحتفل بالإنجازات. شكرا لتلفزيون فلسطين على هذه التغطية، شكرا لكم. شكرا لك ست سلام، ويعني ألف مبارك على هذا النجاح. لابد من الأسرة التربوية في مدرسة مركة الثانوية للبنات أن يكون لها كلمة من خلال تفوق فرح بهذه اللحظات التي وقفت إلى جانب الطالبات من أجل الحصول على هذا المعدل. المعلمة هناء توفيق نزال مديرة مدرسة مركة الثانوية، يعني أولا ألف مبارك نجاح فرح، وهي ابنتكم في المدرسة. الله يبارك فيكم يا رب، وهذا نجاح للكل، للوطن، لأهل مركة، لأهلها، للهيئة التدريسية ككل في مدرسة بنات مركة الثانوية على الجهود اللي بذلوها عن طريق المنصات الإلكترونية وعن طريق الوجاه الحمد لله. فمنهد النجاح لمركي ولمديرية التربية والتعليم ولفلسطين كلها. توقعتوا نجاح فرح بهذا المعدل وحصول على هذا المعدل، وأنت كمديرة مدرسة ومراقبة لعلامات الطالبات ولحصولهم على يعني التفوق. نعم، أنا كنت متوقعة حتى هم يقرأوا بالعشرة الأوائل، يعني أعد على إصبعي لأوصل دور فرح، فالحمد لله كانت كما توقعنا لها. هي من البداية متفوقة والأولى على المدرسة، والحمد لله ربنا أكرمها وأكرمنا بمعدلها من العشرة الأوائل الحمد لله. كيف ممكن من الأسرة التربوية أن تساهم بحصول الطالب على هكذا معدل ستنا؟ والله الأسرة كتير تعبت، الهيئة التدريسية معهم يوميا، وحتى خلال الإجازة كنا نتواصل، عملنا لهم غير الإيسكول كنا نعملهم الواتساب يتواصلوا معهم خلال الامتحان بالليل، يعني مع فرح كانوا يتواصلوا ساعدوها بحل أسئلة أي مشكلة عندها، مش فرح لحالها، كل الطلاب يعني عملنا لهم مواقع ويتواصلوا معنا مع الهيئة التدريسية مفتوحة أي وقت بدهم إياه يساعدوهم بأي إشي بدهم إياه. فالحمد لله يعني قاموا بالواجب وهي أكرمتنا. ألف ألف مبارك، هذا التفوق لكم ولنا جميعا ولفلسطين بشكل عام. شكرا لكم. إذن مشاهدينا الكرام، فرحة أخرى في بيت آخر، نستمر إياكم في هذه التغطية من بيت آخر حيث حصلت الطالبة هنا فرح عفوا الضمائر على هذا المعدل، معدل 99.7 بالعشرة ضمن العشرة الأوائل، وهي ترسم الفرحة في هذه اللحظات في بيت عائلتها الذي شهد له التفوق، حيث أنها يعني يعني الصغرى بين أخواتها ومن كبرها من الصبايا والشقيقات قد حصلنا أيضا على معدلات سابقة وبتفوق، وهي تكمل هذه الفرحة بحصولها على هذا المعدل هذا اليوم. نعم. شكرا لك أحمد نزال على أجواء الفرح التي عايشناها للطالبة المتفوقة، فرح ضمائر التي غمرت عائلتها وطبعا بيتها، وألف مبارك لهذه الطالبة المتفوقة من جنين. طبعا مشاهدينا الكرام، إلى أجواء من الفرح والنجاح رصد